اهلا بيكم في كبسوله جديده من سلسله انجليش كابسولز. النهارده هنتكلم فيها عن الريدكشنز. يعني ايه ريدكشنز؟ كلمه ريدكشن معناها اختزال او اختصار الكلام. وانت بتتفرج على فيلم اجنبي او بتسمع اغنيه مش صادفك قبل كده كلمات من نوعيه وانا غادا غانا. الكلمات دي كلها مختصره لان الكلمات دي تعتبر طويله من وجهه نظر الامريكانز وبتاخد وقت طويل شويه في النطق. يعني مثلا كلمه وانا اختصار لكلمه وان تو. وانا بتيجي مع الاسم او الضمير اللي مش بيتضاف معاه اس للفعل، زي مثلا I, we, you, and they. مثال I wanna go home. أريد أن أذهب للمنزل. Do you wanna some coffee? هل تريد بعض القهوة؟ أما لو جات مع ضمير أو اسم بيتضاف له أس للفعل زي مثلا he, she أو it بتبقى want to اللي هي want to. مثال She wants to leave. هي تريد أن تغادر. He wants to get some coffee. هو يريد أن يحصل على بعض القهوة. كلمة gonna اختصار ل going to. مثال She's gonna leave now. She's gonna leave now. مثال كمان I'm gonna leave now. I'm gonna leave now. كلمة gotta زي ما اتفقنا قبل كده ان التي بتتنطق دي خفيفة، بنسميها نظرية الفلات تي. كلمة gotta اصلها got to. مثال You gotta trust me. عليك ان تثق بي. مثال كمان She gotta run now. عليها ان تذهب مسرعة الان. وبكده تكون انتهت كبسولتنا النهاردة. ولو محتاجين تعرفوا اكتر عن الريدكشنز سيبونا تعليقاتكم تحت في الكومنتس. أشوفكم الحلقة الجاية، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير.